الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد احنا الفيديو اللي شفته يا شباب كان تاني فيديو في القصة بتاعت الفول اكستشينج انفيرومنت. شفنا الانفيرومنت بتاعتنا وشرحنا عندنا دي سي وعندنا اكستشينج. انفيرومنت بسيطة يعني اكستشينج واحد ودي سي بتاعنا، وعملنا جبنا الورك سيرتيفيكت من بره فور فري، وعملنا الدومين بتاعنا فور فري. انا بس عندي تعديل بسيط بس في المرة دي اقول لكم عليه ونكمل يعني. بس نقول بس احنا كنا واقفين فين المره اللي فاتت. ظبطنا السيرتيفيكت بتاعتنا والدنيا عندنا بقت تمام، خضرة تمام. ايه السيرتيفيكت بتاعتنا اللي جايه من بره من ليتس انكريبت ده تمام. وقعدنا نشوف شويه بورتس لازم تكون ايه مفتوحه على الاكستشينج، عن ايه يقدر يسند ويريسيف. انا عشان على ايجر فكان ده الفايرول بتاعي، يعني الفايرول على ايجر اسمه نتورك سكيورتي جروب او سكيورتي جروب يعني. anyway انت على الفيرول بتاعك بتفتح البورتس اللي احنا اتكلمنا عليها 443 25 5 8 7. دي الحاجات الاساسيه يعني انت بتفتحها. 465 اللي هو السكيورد بتاع اس ام تي بي لما تيجي تكونفيجر، يعني لو انت هتكونفيجر الاوتلوك بتاعك بالبوكس 3 مثلا تمام. فدي البورتس انت بتحتاج ايه تفتحها، واهم حاجه 443 و بورت 80 تمام، وطبعا 5 8 7 25 عشان ايه اس ام تي بي سند ورسيد. طيب احنا كل مره فاتوا واقفين احنا هنتست الحته بتاعت ايه بتاعت ان بتاعت الميل فلو ان سند ورسيد. في حاجه بس اقول لكم عليها عدلتها في الديمو بتاعنا الجديد. انا الدومين اللي فات كان اسمه رزق اكستشينج دوت تي كي، انا بس عملت دومين جديد اسمه رزق سكايب دوت تي كي. يعني تقريبا هي الحاجه هي هياها بس انا صغرت الاسم ان هو اسمه رزق سكايب دوت تي كي، بس يعني انا سميته كده تمام. او لا خلينا كده بس نلوج اوت. ماشي خلينا نفتح جيميل، نفتح ده محمد عمر. هو مش لسه سكايب وحاجة تانية. انا عامل كذا دومين على فرينوم ده لانه ببلاش فيعني براحتي بقى يعني. طيب خلينا نبص على سيرفيسز دومينز مانج. خليكم فاكرين الحته بتاعت البورتس دي مهمه جدا لانه مش مفتوحه ان واوت، انا مش عارف اسند وريسيف، مش عارف اسند وريسيف. وفي حاجه ثانيه برضو مهمه لازم اعملها عشان اقدر اريسيف، عشان اقدر اريسيف بقى تمام. احنا المره اللي فاتت عملنا السند كونكتور وهنتسته، قلنا سند كونكتور سيبكم من الحاجات دي كلها، خلينا بس في ده يعني. الحاجات الثانيه دي كلها مالناش دعوه بيها. الثلاثه التانيين دول مالناش دعوه بيهم، انا حتى عامل لهم ديسيبل يعني ده بس اللي انيبل، خلينا في ده بس. الحاجه الثانيه دي مالناش دعوه بيها تمام. هو ده اس سي سي ام دوت تي كي باي حاجه يعني اس سي ام سنس فور يعني سيستم سنتر كونفيجريشن مانجر بتاع مايكروسوفت. فا اني واي ده ال الدومين بتاعي تمام. انا بس غيرت الاسم، غيرت ايه الاسم بس بقى الناس عندي ايه وبدل ميل سميته جيميل، ده حاجه ثانيه خالص ميل دوت اس سي ام دوت تي كي تمام. نفس القصة بالظبط، كلمة ميل أو كلمة جيميل أو كلمة أي حاجة. والناس عندي هنا أحمد آت sccm دوت تي كي تمام، كأن هو الدومين اللي فات بالظبط يعني مفيش أي اختلاف، والسيرتيفيكت من نفس المكان والدومين من نفس المكان فرينوم، بس الاسم بس هو إيه هو اللي مختلف. خلينا بقى نبص على الحتة بتاعة الميل فلو. إحنا عملنا المرة اللي فاتت سند كونكتور، خلينا نبص عليه. أنا السند كونكتور بتاعنا الدليفري بيوز الاكسترنال دي ان اس لوك ابس. تعالوا نبص على الاكسترنال دي ان اس لوك ابس في السيرفرز تاب هنا. السيرفر ده مقفول، خلينا نبص على السيرفر ده دي ان اس لوك ابس. بيستخدم ايه 4.8 بتاع جوجل عشان ايه يقدر يريزولف ويبعت لبره تمام. دي بس مشكله ساعات بتحصل في الدي ان اس بتاعنا مش عارف يريزولف حاجات بره، يبعت مثلا لجيميل او هوت ميل او 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 مثلا دومين انا ما اعرفوش جديد يفيل. اجي ابص هنا في الكيو
الاقي المسج واقف في الكيو، ليه هو مش عارف يريزولف النيم اللي انت هتبعته ده. فبعض الناس بتحب تخليه يستخدم اكسترنال دي ان اس سيتنس اللي هي موجوده فين في السيرفر زينا، ويحط ايه الاربع تمانيات دي ان اس بتاع جوجل هذا الوحش. تمام، فخلينا بقى ايه نتست السند كونكتور اللي احنا عملناه المره اللي فاتت هو ده. تمام، خلينا نقفله. بقول يعني ايه، تيجي تبص في الكيو فيور تلاقي الايميلات واقفه، مشكله في عندك مشكله في الدي ان اس. الناس تحب تعمل الحته بتاعتي اللي هو يستخدم اكسترنال دي ان اس كونكتور، الاكسترنال دي ان اس سيتنس اللي هي هنا في السيرفرز هنا. خلينا نيجي هنا، انا بعد كملت تيست يعني في الاول كده، خلينا نعمل نيو ميل. انا هبعت لنفسي من الشركه بتاعتي وهسيسني انا في الجيميل اهو، وهبعت له هوت ميل كمان بالمره عشان نشوف مين هيستقبل في ال انبوكس ومين هيستقبل فين في الجنك. تيست تيست. طب شوف الدرافتس عشان الدنيا عنده بطيئة. في حتة بقى قبل ما تطلع من درافتس، يعني في حتة بقى لازم اكون واخد بالي منها عشان ايه، عشان اقدر انا اريسيف من بره. انا عشان اسند، احنا اتكلمنا قبل كده عن حاجة اسمها ام اكس ريكورد. ام اكس ريكورد ده stands for mail exchanger record. ده انا بستخدمه ليه؟ انا بستخدمه عشان الدومينز اللي بره زي جيميل وهوت ميل او اي ميل اي شركه يعني يقدر يوصل لي. ليه؟ لان احنا لما كده نتكلم عن ميل فلو، كنا عارفين الميل فلو زمان قلنا الميل فلو بيتكلم ايه، هاب سيرفر تو هاب سيرفر. ايا كان بقى الهاب ده، هاب سيرفر تو هاب سيرفر، ايج بيكلم ايج، هاب سيرفر بيكلم هاب سيرفر على طول. اني anyway واي يعني هاب سيرفر. فلما يجي مثلا ده جيميل، جيميل ده يجي يدور على الدومين بتاعي، الدومين بتاعي مثلا اسمه احمد فرضا، يعني هو بيسال على ايه عشان يبعت ايميل. ايه الحاجه الريكورد اللي بيسيرف الحته بتاعت الايميلات؟ هو الام اكس. انا لما اجي ادور على احمد بسال الدي ان اس، بقول له الام اكس بتاع الدومين ده فين، او ايه يعني هو الام اكس ريكورد بتاعه فين، او بيشاور على ايه. فلازم يقول لي بيشاور على الهاب سيرفر الفلاني. لما اسال الدي ان اس لازم اكون طبعا متببلش بره زي ما احنا عاملين كده عند فري نوم. لما جيميل يسال على احمد دوت كوم لازم يكون له ام اكس ريكورد بيشاور على الهاب سيرفر بتاع الدومين، بتاع الدومين اللي اسمه احمد ده. لازم يكون في هاب سيرفر في الاخر الام اكس ريكورد ده بيشاور عليه. تمام، دي اهميه الام اكس ريكورد، بستخدمه عشان ايه الناس من بره تعرف توصل لي. انما العكس، انا فافترض ان انا ما عنديش ام اكس، الناس مش هتعرف تبعت لي، بس انا هعرف ابعت، انا هعرف ابعت بره ما دام البورت بتاعتي مفتوحه 25 و587. تمام، يبقى انا محتاج ام اكس ريكورد عشان الناس ايه تعرف توصل لي. حلو كده، لازم يكون ايه مكريت عندي بره. دي بقى بره يعني ام اكس ريكورد ده مكريته بره في ال اهو بعته، هنبص عليه دلوقتي. بس خلينا نبص على الحته بتاعت ام اكس ريكورد. ام اكس ريكورد ايه لازم مكريته ايه بره في الدي ان اس اللي بره، اللي عند جوداري او في اي مكان يعني. تمام، انا هنا مكريت ام اكس ريكورد اهو، الام اكس ريكورد بتاعي. خلينا نكريت واحد تاني مالناش دعوه بده. بكتب ات يعني بيشاور عليا انا، ام اكس ريكورد ده بيشاور عليا انا على الدومين ده. تمام، بيشاور على هذا الدومين، دي طريقه كرييشن بتاعت الام اكس ريكورد. ام اكس ريكورد بيقول لي بقى بيشاور على مين، حضرتك ده بيشاور على ميل دوت اس سي ام دوت تي كي. بكتب له اسم ايه؟ الميل سيرفر بتاعي ميل اهو. تمام، لان في الاخر مين؟ ده الهاب، ده بيشاور على الهاب سيرفر بتاعي. تمام، بس طبعا بره لو انا مثلا عندي فاير وول، الري اي بي ده زي ما قلنا المره اللي فاتت مش بيتحط على الاكستشينج على طول، دي كارثه، ما ينفعش اللي انا اعمله ده طبعا، ده انا عشان ما عنديش فاير وول. لكن لو عندك فاير وول بتعمل ايه؟ بابليك اي بي ده والفاير وول بيكون انت شاريه، بيكون حاطه على الفاير وول، والفاير وول هو اللي بيريدايركت الناس جوه الاكستشينج اللي جوه. تمام، ده حضرتك بيشاور على ميل دوت اس سي ام دوت تي كي، خليه 300 وخلي البريوريتي بتاعته، انا عشان بس عندي واحد تاني مالكوش دعوه يعني، صفر، خلي ده ايه واحد عشان ما يعملش مشاكل. بس انت طبعا بتعمل ام اكس واحد بس، فبتخلي البريوريتي بتاعته ايه زيرو. تمام، طيب حلو قوي، يبقى دي طريقه الكريشن بتاعت ايه الام اكس ريكورد. اقول له هات، ده بيشاور عليا انا، ده نوع ام اكس ريكورد. التيت ال بتاعته 300 ثانيه عشان يعني يسمع بسرعه.
هيشاور على مين؟ هيشاور على ميل اس ام او تي كي اللي هو الاكستشن سيرفر بتاعي طالع بره بالاسم ده، تمام؟ البريورتي بتاعته كذا. اقول له سيف تشينجز، شوف هيديني ايرور ولا ساعات بيدي ايرور. مش راضي. طيب هو اعترض على ايه بقى؟ ساعات بيعترض على اد. خلينا نسيب دي فاضيه، دي فاليو دي او نيم ده خليه فاضي 300 ميل واحد، لان اصلا كلمه ات كده كده بتشاور على مين؟ على ده. كلمه ات بتشاور على ده، فانا حاططها وما حطيتهاش لان حصلها بعضها يعني. لكن بعض الحاجات بره زي جو دادي بيقبلها عادي يعني، بيقبل كلمه ات دي او الحرف ده. انجز يلا هنبص على الميلات بتاعتنا، وصلت ولا لأ؟ هنبص على الانبوكس كده، اهو ده. يبقى الجيميل انا بعت للجيميل وبعت الاكت دوت اي جي شركتي، وبعت الجيميل وبعت الهوت ميل، فالجيميل لسه قابل فين؟ في الانبوكس، تمام زي الفل. طب بص كده على عندي على الشركه، للاسف لسه قابل فين؟ في السبام، تمام؟ دي بقى بتختلف من في البوليسي بتاعت الفاير وول بتاعت او الانت سيستم اللي الشركه دي مستخدماها. ده طبعا في الغالب هتلاقيه في السبام او في الجانك ميل. الهوت ميل على فكره محايده قويه جدا في هذه القصه يعني، اهو ده اللي احنا لسه باعتينه. لدرجه ان هو شوف شركه بيرسونال في يو اي، الشركه العالميه دي بتاعت اللي بتحجز الامتحانات لمايكروسوفت وكل الشركات، مستقبل برضه في الجانك. حاجه غريبه، مش حاجه غريبه قوي. انا بوز بس ارجع لكم تاني، خلينا نكمل. هو كده ايه، انا اتاكدت ان انا بعرف اسند بره، تمام؟ من غير الام اكس هعرف اسند عادي، بس لازم البورت بتاعي يكون ايه مفتوح 25587. حلو قوي. طيب انا دلوقتي هو السبب عندي في الجنك، جنك ميل. من الحاجات الغريبه جدا حاجه زي دي بتحصل يعني، شركه بيرسون في وي وحاجات غريبه جدا ممكن تلاقيها ممسوكه في الاسبام، لدرجه ان هوت ميل من قوته ساعات بيرج كلمه اصلا، بيرج كلمه اصلا، يقول لك انت يبعت لك كده ريجكشن ميل يقول لك حضرتك من الاسبام، البول الاي بي بتاعتك مسوكه سبام. ساعات بيقول لك بول الاي بي مسوكه سبام، تروح تكلم الاي اس بي اللي انت شاري منه الاي بي ده، يقول له الاي بي بتاعتك فاهم فيها مشكله، تمام؟ هو بقى يتصرف. فانت بتعمل ايه في حاله زي دي؟ لما تلاقي نفسك ممسوك سبام، انت بتكلم الاي اس بي بتاعك، بتعمل حاجه اسمها بي تي ار ريكورد، بتكريت، بتكلم الاي اس بي بتاعك بتقول له حضرتك كريت لي بي تي ار ريكورد. بي تي ار ريكورد ده عكس الاي ريكورد. الاي ريكورد انا بكريت كلمه ميل مثلا بتشاور على الاي بي الفلاني، تمام؟ البي تي ار ريكورد بقى انا بقول له حضرتك عايزك تكريت بي تي ار ريكورد عندك بالاي بي بتاع البابليك اللي بره اللي انا شاريه منك، بيشاور على ايه؟ على كلمه ميل دوت اسم الدومين بتاع، دوت اسم الدومين بتاع ده، الدومين بتاع اللي هو ده، تمام؟ تمام. اي بي ده ايه؟ بي تي ار ريكورد، ده بي تي ار ريكورد. حلو كده. طيب ليه بقى؟ لان الفاير وول او الانت سبام بتتشيك على الاي بي وعلى النيم. الفاير وول لما بيعمل حاجه اسمها ايه؟ فورجيت اي بي، بتشيك على 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 النيم ان هو بيشاور على الاي بي ده، والنيم ان هو بيشاور على الاي بي ده. عشان ايه؟ عشان يتفادى يعني قصه السبام. لو بعض الفاير وولز يعني لو ما تلاقاش كلمه ميل بتشاور على الاي بي ده اللي هو مبعوت منه، وفي اي بي، في بي تي ار ريكورد بيخلي الاي بي ده بيشاور على النيم ده، ممكن يرجك الميل او يسيبله في الاسلام زي ما الهوت ميل بيعمل ساعات. انا مره كنت عند كاستمر اول ما عملنا تيست بعتنا الجيميل السابق في الاسبام، الهوت ميل رجك اصلا ما رضيش يستقبل، تمام؟ في ناس بقى بتعمل ايه؟ ممكن بقى تقعد تكومبلين، يعني تكلم مثلا هوت ميل يقعد يقول لك كل ما تكومبلين كل ما تشتكي يعني انت عندك مشاكل، فايه؟ تلاقي نفسك طلعت من الاسبام. ودي حاجه ثانيه برضه بتعملها من ناحيتك، يا اما البي تي ار كلم ده بيأثر برضه، يا اما ايه؟ بتكلم مثلا ناس هوت ميل، مثلا تكلم هوت ميل
تلاقي نفسك ايه، كل ما تعمل كومبلين او كل ما شويه فوق في الوقت يعني، تلاقي نفسك ايه طلعت ايه من السبام ده. حلو كده. طيب فاحنا لو اطمنا على ايه، على الميل فلو. طيب بص، عندي هنا في اي سي تي جدول في الجنك احنا بصينا عليه. طيب انا دلوقتي ايه بعرف اسند بره، ليه؟ بورتاتي مفتوحه ما عنديش مشاكل. انا بقى عايز ايه، عايز اللي بره ده يبعت لي، يعني عايز مثلا جيميل ده يبعت لي، يجي هنا ويعمل ميل جديد، يبعت لاحمد ات اس ام دوت تي كي، يقول له ريتست مثلا. هو هيعرف يوصل لاحمد ازاي؟ لان احمد هنا عامل ام اكس ريكورد بيشاور على ايه؟ بيشاور على كلمه ميل، او بيشاور على الدومين بتاعه اللي احنا عملناه، اللي هي راحت فين؟ ام اكس اهو اللي احنا عملناه هو ده، تمام؟ بيشاور على الدومين ده، تمام؟ طيب سيبكم من دي، مالناش دعوه بيها. هيعرف يوصل لاحمد لان احمد عامل ام اكس ريكورد، ميل اكسشينجر ريكورد، بيشاور على ايه؟ على هذه على الريكورد ده بتاع الدومين ده، تمام؟ اللي هو موجود هنا ات اس ام دوت تيك، اقول له سند. هنبص عندي كده، خد حبة وقت وهنا بعت. طب خلينا نيجي بقى ايه في المرة اوصل وقت، تمام. يعني ايه، انا دلوقتي عرفت ايه ابعت للجيميل واستقبل من الجيميل. حلو كده، عرفت اسند وريسيف من بره لجوه ومن جوه لبره. حلو كده. طيب احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة ايه، الميل فلو بتاعي شغال تمام بفضل الله، يعني ايه مفيش مشاكل، بسند وبرسيف. طيب في حته بقى نحب نعملها، اللي هي الحته بتاعت ايه، احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي بتاعت سكيورنج الميل فلو. فاكرين لما كنا كريتنا دي مارك ودي كي اي ام واس بي اف، واتكلمنا عنهم ازاي بيحموني من الجانكي والحاجات دي. انا الحاجات دي كريتها هنا، يعني مش هنتكلم عنها تاني، احنا يعني عملناها قبل كده. فدي برضو بنوه عليها، مهمه جدا الريكورد دي، مهمه جدا جدا يعني، تحب من حاجات كتير. واحنا لما جربناها الحمد لله يعني كانت اشتغلت معانا وجابت اوت بوت كويس. لما بعتنا ميل من بره، فاكرين الميل اللي احنا بعتناه اللي هو كان اي ام كي، اللي هو بتاع اي ام كي اي اي فيك ميلر، مش فاكر اسمه بالظبط، على طول بسيرش عليه، هو ده اي ام كي اي اي، ما فيش مشكلة ما تروحش للسايت ده وحش. فا anyway يعني والسايت ده احنا فتحناه قبل كده يعني، وعملنا منه ايه؟ بعتنا مش مشكلة، بعتنا منه ميل فيك، وايه؟ وصل لنا هنا فين؟ في الجنكي، بعد ما عملنا ايه؟ الريكوردات بتاعتنا الاس بي اف والدي مارك والدي كي اي ام وكل الحاجات دي. تمام. فدي ريكورد دي بنوه عليه، مهمه جدا تحميك من حاجات كتير جدا. وطبعا انت لازم يكون عندك كذا لاير من السكيورتي، يعني بيكون مكريت الحاجات دي، يكون عندك انتي سبام من الناس يعني قوي، عشان ايه الحته بتاعت السبام دي اكتر حاجه، او الايميلات يعني عموما اكتر حاجه بيجي من ورا مشاكل. تمام. واحد ميل اتبعت له تواصله في الانبوكس، قام ضغط عليه في لينك وداه في اي مكان، في لينك دخله على سايت، ضغط على حاجه، اتعمل انكريبشن وفايلز، حصلت اي مشكله في النتورك، تحصل كتير يعني. معظم المشاكل بتحصل من الايميلات. خلي بالنا من الحته دي جدا، مهم جدا الريكوردات دي، مهم جدا انك لازم يكون عندك ايه، انت سبام ابن ناس يعني قوي. تمام. يعني في حاجات كتير جدا، في ويب سنس حاجات القويه جدا جدا جدا، في الميل برايت بتاع سيمانتيك، في حاجات كتير يعني، تمام. بس دي اقوى يعني واشهرهم واغلاهم طبعا. طيب فاحنا دلوقتي ايه، بنسند ونسيب، تمام. طيب تعالوا كمان نعمل حته كده، اقول لكم على حاجه في السيب كونكتورز اللي قلت عليها قبل كده ولازم ايه ناخد بالنا منها دلوقتي. انا عندي حاجه في الاكستشن اسمها ايه، اوبن ريلي. اوبن ريلي يعني ايه اوبن ريلي؟ يعني حد زي ما فتحنا الفيك ميلر ده وبعتنا منه باسم حد تاني لحد لأي حد،
ديني كده مش عارف الفورتي جيت عندنا منها كام. المهم ماشي anyway. ان انا فتحنا الفيك ميلر ده بعتنا من حد, بعتنا الجنك بعتنا الميل ده من انا كتبت اللي هي بعت احمد لطرز وهي بعت لفلان تمام, مع ان احمد اصلا ايه احمد لطرز دوت اي سي تي دوت اي سي تي دوت اي جي ما بعتش اصلا تمام, ومع ذلك ايه الميل اتبعت. اي نعم وصل في الجنك بس هو في الاول في الاخر ايه اتبعت. فانا عندي حاجه اسمها ايه اسمها اوبن ريلي, ان حد يستخدم اسمي يبعت بيه يبعت من خلاله تمام. فانا لو جيت هنا احنا كنا بنتكلم على سيب كونكتورز, انا عندي حاجه اسمها ديفولت فرونت اند بعدها بيكون اسم السيرفر لاب داش اي اكس تمام. لو جيت كده الريسيف كونكتور ده لو ديسيبلد مش هعرف اريسيف من الانترنت, لو ديسيبلد مش هعرف اريسيف من الانترنت, لازم يكون ده اللي بسيب من الانترنت تمام. لو جيت ابص على السكيورتي هلاقي انونيمس. انونيمس دي معناها ايه؟ معناها استقبل من اي حد, اي حد بره الاورجنايزيشن بتاعتي بقى تمام. معنى هو يستقبل من اي حد يعني ايه؟ يعني ممكن حد يريلي عليا يعمل اوبن ريلي, اوبن ريلي عليا تستخدم الميل بتاعه ويعمل فيك ميل زي ما احنا ايه عملنا. فانت برضه حته زياده ان انا بامن نفسي, انا لو شلت انونيمس دي مش هقدر اسيب من بره برضه. ليه؟ لان الهوت ميل والجيميل والحاجات دي كلها بالنسبه لي انونيمس طبعا. ليه؟ لان الاكستشينج بينزل في بيئه الدومين, فاللي بره الدومين ده او حاجه بره خالص دي بالنسبه لي انونيمس. هوت ميل جيميل كل حاجه ده انونيمس, يعني بره بتستخدم عند كاستمر شلت انونيمس دي ما اعرفش ايه يرسيف من بره. طيب فانا دلوقتي هنبص على المشكله اللي بعدها ان هو بيستقبل من الكل, يعني مش كفايه ان هو انونيمس ده ايه ده السكوب مفتوح ولازم يكون مفتوح عشان اقدر اسلم من اي حد, ما ده لوجيك طبعا يعني. طب انا بحل المشكله دي ازاي؟ هو لازم يفضل انونيمس وفي نفس الوقت ايه ده مفتوح, بحلها ازاي دي بقى؟ احنا قلنا قبل كده ان احنا بنعمل ايه, انت بيكون عندك الانتي سبام بتاعك او بيسموه البيل جيت واي بتاعك, انت بتيجي تشيل الحاجات دي اللايبات اللي هنا وتيجي هنا تحط ايه, تحط هنا الاي بي هات بتاعت الانتي سبام بتاعك سواء هو كان ايج او كان اي حاجه تمام. تحط هنا ايه الاي بي بتاع الميل جيت واي بتاعك بحيث تقول ان انا هستقبل من الانترنت اللي يجي لي من خلال الانتي سبام بتاع الاي بي بتاعه هنا. ليه؟ لانه هيعدي على الانتي سبام فيكون اتفلتر, هيكون اتفلتر تمام. فانا باجي هنا بسيب سكيورتي بس بقى انونيمس زي ما هي, حضرتك ماشي براحتك لان الانتي سبام او السمارت هوست برضه يعتبر بالنسبه لي انونيمس, فهسيبها انونيمس زي ما هي. بس اجي هنا بس ايه احجم عدد او احجم الاي بيات اللي انا هستقبل ايه من خلالها. حلو كده, حجم اللايبات اللي انا هستقبل من خلال بحط اللايبات بتاعت ايه الانتي سبام او الميل جيت واي بتاعي. بالمره كده الحته بتاعت اللي بتكلم فيها دي ان انا اجي هنا فهمنا الحته دي, يعني خلينا بس قبل ما اقول الحته الجديده انا بقول عليها دي فهمنا الحته دي, انا هخلي انونيمس عادي عشان استقبل من الميل جيت واي بتاعي واجي هنا احط اللايب بتاع الميل جيت واي بتاعي تمام. والميل جيت واي كده عنده البروسيس بتاعته اللي بتقول له ايه انت هترمي على الاكستشينج اللي جوه او على الهاب سيرفر اللي جوه تمام اللوكال اي بي بتاعه. طيب في حاجه بقى, لو انا عندي لو في حد بيشتغل على سيستم سنتر اوبريشنز مانجر اللي هو الاس كوم, الاس كوم ممكن اكونفيجر ان هو يبعت ايميلات عن طريق الاكستشينج. اعمل له كونفيجريشن من ناحيه جابه يعني من ناحيه الاس كوم مش موضوعنا, لكن من ناحيه الاكستشينج انا عايز افتح له تانل يبعت منها يبعت من خلالها ايميلات تمام. في ناس تعمل ايه, تيجي هنا تقوم عامله نيو ريسيف كونكتور اسمه مثلا اوبن ريلي او مثلا ايه عشان تميزه ان هو ده بتاع الابلكيشنز سميه اب ريلي بتاع ده بتاع الابلكيشنز تمام. نكست بورت 25 مفيش مشكله. هتستقبل مين بقى من كل الناس؟ لا اجي هنا بقى واحط له مين, احط له الاي بيهات بتاعت الاس كوم بتاعت الاوبريشنز مانجر او بتاعت اي سيرفر انا عامل له كونفيجريشن ان هو يبعت ايميلات من خلال الاكستشينج. واضح الحته دي؟ يبقى احنا عايز اخلي الاوبريشنز مانجر يبعت ايميلات عن طريق الاكستشينج, بعمل كده بعمل له كونكتور بس كونكتور عادي خالص وهو اقول له ايه طبعا بتاع هنا كان مفتوح 4 من 5 من 4 من 4 اصفار بتاع 4 من 55. لا انا كده اقول له ايه
حطوا لنا بس الاي بي بتاعي بتاع الاسكوم بس، واقول له نكست فينش او فينش خلاص تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت ابلكيشن ريلي بحيث ان الاسكوم او اي ابلكيشن ممكن يبعت عنده المقدر انه يبعت ايميلات بالكونفيجريشن بتاعته، يقدر يبعت ايميلات عن طريق الاكستشينج. بس الحته المهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، لازم اجي هنا واخلي دي انونيمس زي ما هي، بس اجي هنا وايه واشيل الكلام الكتير ده وادي له بس مين الاي بي بتاعت مين بتاعت ال بتاعت الانتي سبام بتاعي. لو جيت ابص هنا كان في هنا كان في هنا ده تقريبا ده ديفولت ده. بص سكوبينج الديفولت ده انا مش ضروري ان انا اشكل انونيمس، مش ضروري، ومش هلعب في النتورك سيتنس هنا تمام. ليه؟ لانه على بورت سكيور اللي هو بورت 2525 تمام. الحته المهمه عندي انا هنا في الديفولت فرونت اند عشان بورت 25 بورت مش سكيور، فبعمل ايه؟ بشيل بس خلي زي ما هي واجي هنا ايه ادير بس الاي بي بتاعت مين؟ بتاعت الانت سبام بتاعي. طيب حلو اهو، تعالوا بقى بص على حاجه كمان سيرفرز. احنا ظبطنا الفيرتشوال دايركتوريز قبل كده وشفنا السيرتيفيكت عملنا داج. طيب انا ابص الفيديو شوف قد ايه، يعني انا تقريبا لحد دلوقتي الحمد لله وصلنا لمرحله كويسه جدا في الانفايرمنت بتاعتنا. عملنا انفايرمنت وطلعنا بقى بره وقدرنا نسند ونريسيف من بره يعني، ومع الوقت هنلاقي الحته بتاعتنا احنا بيتم استقبالنا في الجونكي عند هوت ميل او عند اي حد يعني، تلاقيها بتعدي كده يعني. وطبعا حتى زي ما انا بنكلم ال اي سي بتاعك طول على القصه دي تمام، وعشان ايه حتى تحمي نفسك شويه من الجونك ميل او الفيك ميل تيجي تعمل ايه؟ الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اس بي اف والدي مارك والدي كي اي ام ريكورد. يعني تقريبا انا ممكن نعمل كمان فيديو واحد ممكن احتمال القصه بتاعت فول اكستشينج انفايرمنت، بس يعني تقريبا ده يعني كلام لحد كبير يعني، وصلنا لمرحله كويسه في الانفايرمنت بتاعتنا. انا بشكركم جدا المتابعة وأسألكم دعاء بظاهر الغيب، وممكن احتمال زي ما قلت كده نعمل فيديو كمان واحد بس في القصة دي بتاعت الـ Exchange Environment. أسألكم بظاهر الغيب وشكرا. السلام عليكم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنكمل الفيديو ده شباب حتة كده. عايز أتأكد إن الناس من بره شغالة أوه عادي تمام. عايز أتأكد إن الناس من بره شغالة إيه؟ Anywhere، شغالة Outlook Anywhere. احنا وصلنا على Outlook Anywhere، عملنا ال virtual directory بتاعته السيرفر ده، فخلينا نتأكد ايه ان هو شغال. ايه الحاجات اللي انا لازم اعملها قبل ما اتأكد من outlook anywhere؟ لازم اتأكد ان انا اعمل ايه اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، auto discover record، يا اما ايه record يا اما cname، مش هتفرق يعني. طبعا لو عملت cname هخليه يشاور على ميل، لو عملته ايه record هخليه يشاور على نفس ال IP اللي ميل بتشاور عليه تمام، يا اما ايه ريكورد يا اما سينيم واحد يعني تمام. طيب ده لسه بيلود اهو، شوف ال anywhere يلا ها مظبوط تمام حلو. انا هاجي مثلا هنا و هعمل اوتلوك anywhere لاحمد، ومفاجئ افتح الاوتلوك، اهم حاجه الريكوردات دي وحاجه كمان اتاكد منها. جيت هنا الاخ ده يفتح بس، بص وارجع لكم تاني. الحاجه التانية اتاكد منها ايه؟ انا عندي هنا في الانترنت دي الناس برضو عامل زون باسم الزون اللي بره اللي هي دي السين دوت تي كي، وحاطط اوتو ريسكفر والسي ان ام والميل برضو تمام. طيب بدي الريكوردات اللي انا اتاكد منها عشان ايه الدنيا بتاعتي تبقى تمام، اتاكد ان السيرفرز بتاعتي قايمه الار بي سي وهذه الاشياء. شوف كده مايكروسوفت، نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح ميل
بس عشان يكون واضح، ميل شو بروفايلز، وهنضيف بروفايل لأحمد اس سي سي ام عشان نميزه يعني. احمد at sccm.tk. عايز اقول لكم على حاجه الامانه يعني، في ناس مش بتحط سيرتيفيكت اصلا، يعني في ناس بتشتغل بالانترنال سيرتيفيكت بتاعه السي اي بتاعها. رحت مره مكان كده يعني، الاي سي بي والقوه على اي براوزر هنا حمراء لونه احمر. ليه؟ السيرتيفيكت مش ترستد، شغالين بالانترنال سيرتيفيكت يعني بتاعتهم، والاوتلوك شغال وبيطلع له بابا بتاع السيرتيفيكت يقول يس ويكمل عادي. فالسيرتيفيكت بس قوته ايه او ميزته ايه يعني، بس بتسكيور الكونكشن بس يعني. وطبعا شكل الشركه، ان الشركه فيها السيرتيفيكت حاجه مش لطيفه يعني. نكست كده. وطبعا لازم ايه اكون فاتح البورتات اللي هي مطلوبه مني، مايكروسوفت قالت لي عليها اللي هي 443، عشان اني وير 443 لازم يكون ايه مفتوح، عارفين اهو 443 في الانباوند. خلاص مش هحتاج غير كده يعني، تمام. فخالد ايه يقعد يلود مع نفسه كده، هنبوظ بس لحد ايه ما يخلص. طلب مني اليوزر نيم والباسورد. خلي بالكوا في حاجه، لما تيجي تكتب اليوزر نيم ما تكتبش اسم الدومين اللي بره، يعني ما تكتبش sm.tk/احمد، يعني ما تكتبش كده .tk احمد وتكتب الباسورد. لا تكتب ايه بقى، تكتب اسم الدومين الاون بريم اللي هو ده الودوت لوكال، لان الاثنتيكيشن بيحصل منه يعني. تكتب اكستشينج باك سلاش احمد والباسورد، تمام. تكتب اسم الدومين اون بريم. اوكي في مشكله في متاكد بس من الباسورد. طيب انا كان عندي بس مشكله في الباسورد، ادي الحمد لله تمام الدنيا تمام، طلعش طبعا هو بتاع السيرتيفيكت فينش. اوه خلينا عشان بس ايه نعرف نفتح السي ام ده. خلص في بروفايلز هو اللي بس ايه نو برومبت عشان ايه اعرف اختار يعني. اوتلوك نختار مين، احمد، ونشوف احمد كده هو ايه حلو يعني على اوتلوك. طيب كويس جدا، دي اخر حاجه بس كنت عايز اقولها يعني، بس افتكرتها عشان نميك شور منها ان احنا الاوتلوك من بره شغال تمام، ومن جوه انا مسطب الاوتلوك عندي هنا على اليمين فين، مسطب على الاكستنج نفسه. فلو جيت طبعا هو يعني اوتوريتكت على طول وكده، انا عملت لكم كونفجريشن قبل كده، فهو عمل اوتو كونفجريشن ده جوه عندنا الاكستنج، مش اللي هو اصلا يفتح يعني، انا عامله قبل كده. فهو بيعمل اوتو ديسكفر، بيوتو ديتكت الحاجه وكده يعني، وبيرخم وطالب من الباسورد. ادي احمد بيبدا يريتريف ايه الاشياء بتاعته، وادي عمر جوه على الاكستشينج اي حاجه يعني تبع الدومين يعني. طيب تمام، احنا كده اتاكدنا ان الدنيا الحمد لله تمام، قلت له جنبر شغال، وادي الحاجات جابها سنت ايتمز بيابديت فيها. اسرع بروتوكول اللي بيكونكت على الاكستشينج هو الاكتر سينك، تحت الموبايل كده بتكونكت تلاقي الحاجات نزلت يعني، ده في حاجات تحس انها موجوده اصلا تمام. فدي الحته انا كنت عايز اوريها لكم، اتاكد ان احنا الدنيا عندنا تمام وكله يعني الانوير والاو والناس شغاله تمام. طيب انا واقف لحد هنا، ولو في حاجة يعني ممكن نقولها كمان في هذه الانفيرومنت هسجلها لكم يعني مشيت الله تمام. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا تست آخر حتة بالنسبة للكونكشن، تست الناس شغالة اكتف سينك تمام،
عندي ابلكيشن اللي هو البلو ميل، ده ابلكيشن يعني كويس يعني للمغامرات عشان ايه تكونكت على الاكسشنج يوزنج الاكتف سينك. البلو ميل بيقول انت هتكونكت بجوجل اكونت ولا اذر اكونت؟ نقول له اذر اكونت. الاكونت بتاعك ايه؟ انا اكسشنج. الايميل ادرس انا هكونكت احمد انا يعني سيم تي كي. ده اخر خطوه بس عشان ايه اتاكد الناس كلها ايه شغاله تمام. وورد ما يكتب هنا يوزر نيم الدومين، بكتب دومين اللوكال، دومين اللوكال الباسورد اوتوماتيك بروفايل اكتف سينك طبعا ونكست. بقول لك انت موجود قبل كده، طب خلينا ايه لان عملته قبل كده خلينا نعمل عمر. عمر نكست اوثنتيكيتنج، بتشيك على السيرفر بقول لك في مشكله في اليوزر نيم والباسورد. ماشي يعني يعني كده الباسورد انا باصص اظبط الباسورد وارجع تاني. طيب هكتب الباسورد تاني بتاعت عمر. وخلي بالك من الحته دي، الاكستشن سيرفر بتاعك مش ده، لا ده اللي هو ايه اللي هو بره، اللي هو ايه بره على فري نوم اللي هو ميل دوت اس ام دوت دوت تي كي. تمام فده ايه بكتبه هنا عشان يعني لو جاب الايرور ده يعني 443 النقطة طبعا لازم يكون مفتوح. وادي الدومين بتاعي اليوزر نيم اكستشين اللي هو اللوكال، وادي ايه الباسورد. طبعا انا بكتب ايه الايميل اللي هو طالع بره. تمام وانا بكتب الاكستشين سيرفر اللي متشاف من بره على النت. نكست شيك ان كومينج سيرفر، شيك على السيرفر بص بقى السرعة بقى في الايميلات لما تيجي لما يخلص. بس شوف الايميلات هتيجي بسرعة ازاي. الاوتلوك ده بيديني يعني بياخد وقت طويل وبيفيل وكده، فانا بحب استخدم بلو ميل. تمام اوثنتيكيتنج حلو كده اهو. تمام هنسميه مثلا ايه وورك مثلا، هنسميه ده بتاع عمر فهنسميه عمر بوم. بوش نوتيفيكيشن شوية حاجات فيتشرز دون كده. تمام كده ده فتح لك الانبوكس يقعد يلود. انبوكس اللي نيجي هنا نيجي هنا نيو ميل ميل لعمر، جاب على طول عمر. قول له سند مسج سند. اجي هنا عمر افتح عند عمر. لا سوري مش ده ميل، نفتح عند عمر بقى. تمام شوف الميل وصل ولا لا. ده احمد هو ده هو اللي احنا عملناه هنا ده. بس حد راح يسمع لاش استنى لي حبه صحيح انا عايز اتاكد منها. سيف يا عم ثاني جاي انبوكس سنت ايتمز سنت اتبعت اهوت انا بعت من الموبايل. لو رحت عند عمر ولا ايه؟ وانا فاتح على ده بتاعي انا بتاع احمد رزق عمر اهو الميل وصل له. تمام انا فتح الموبايل وبعت ايه لعمر فوصل. تمام يبقى انا كده ايه الحاجه بتاعتي موجوده، ايميلاتي موجوده، وبعت كمان لعمر
ايه وصل لعمر تمام، وصل لعمر عادي خالص تمام. بس الحته دي كنت عايزكم تشوفوها، او الميل اهو، انا هنا عند عمر الميل اهو وصل من احمد تمام. بس تشوفوا الحته دي وكده خلاص، يعني احنا كنا ناس كونكتد اور قلت لكم انوير واكتف سينك، احنا كده ايه الكونكشن بتاعنا تمام مفيش مشاكل. شكرا جزيلا، اسالكم ده ضر غيب. شكرا، السلام عليكم. ضر غيب.